كذلك محمد بن إبراهيم إذا جاء عالم إلى المدينة فيخبر به. فلما جاء الوالد رحمة الله عليه قالوا الضالة التي كنتم تبحثون عنها وجدت، الشيخ وجد. والقاعدة المقررة في التصريف أن كل شيء ناقص أعني معتصدان، سواء كان واو جدان أو ياء جدان، ياء أسند إلى واو جماعة أو ياء معنية مخاطرة، وجب حذف لام المعتلة بقياس الطيب. فعرفت هذه الياء التي هي لام استقبله الشيخ أحمد خونة جزاه الله خير رحمه الله. والشيخ أحمد خونة كان ساكن في دار بناها الشيخ محمد الخضر اللي كان هنا أيام الأشراف، برضو ابن عم الشيخ يعني من نفس القبيلة. والدار هذه لها بابين، باب للرجال وباب للنساء. باب الرجال عمل فيه غرفة سواها عبارة عن مكتبة، الدواليب الموجودة، دواليب لتفسير القرآن، دواليب لصحاح البخاري، دواليب لصحيح مسلم، دواليب للغة العربية، وسماه بيت الكتب. أنا كنت في غرفة بجواره مع والدي، وكنت في الليل أقوم أكرم في الله الحمام وأشوف الفانوس والد، طبعا من باب استطلاع شاب، أطالع فيه إذا بي ماسك الكتب يقراها الليل كله حتى يكون الصباح يروح الحرم يصلي بعد الإشراق حتى ينام. فهو كأنه طبعا عنده آلة العلم ومتشوق، وكأنه إنسان جالي حديقة يدور فيها أنواع يخطفها فخطفها. تلك الكتب كلها ما شاء الله تبارك الله مع الذكاء مر عليها، حتى صار يقول لك قال العالم فلان، قال العالم الكتاب الفلان، تقريبا هضمها وهو ساكن في بيت الكتب. فبدأ الشيخ يدرس في الحرم، ثم تعرف عليه الناس، ثم عمل معها الشيخ زاحم مقابلة، وبعدين طلبوه ليذهب للرياض، وقال لهم أنا جئت للمدينة، فقالوا له بيننا وبينك الشريعة، نحن دولة مسلمة وفيه بعض المواد نحتاجها أصول الفقه. ثم بعد ذلك ذهب الشيخ إلى الرياض، وحصلت اللقاءات بينه وبين المسؤولين هناك حتى استقر المقام للشيخ في الرياض أولا. فالشيخ كان فاتها علم أصول الفقه عند تدريسه أو عند شرحه أو عند تدريسه لهذا الفن في الرياض. وكان ممن يشاركهم وكان بينه وبينهم تواصل الوالد الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري الجد رحمه الله تعالى، المتوفى في سنة 1387، حيث كان يعقد في بيت الوالد غفر الله له حلقة علمية يحضرها كبار العلماء من أمثال الشيخ الأمين والشيخ عبد العزيز بن باز ومجموعات من العلماء في مدينة الرياض. وكان الشيخ رحمه الله يشارك فيها بعلم جم، كان العلماء يجمعون له أسئلة مما تعرض لهم في حلقاتهم العلمية فيعرضونها في ذلك المجلس. أما الذين درسوا الشيخ في الرياض هم كثر، لأن طلبة العلم والعلماء لما عرفوا قيمة الشيخ الأدبية مرتفعة إلى هذه الدرجة
انهالوا عليه بالاستفادة. وممن استفاد من الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز، بن باز زامله وصادقه وأحبه وكان محبا له ويزوره ويزوره، ويقول لم أرى شخصا فتح الله عليه في خدمة المسلمين مثل الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمنه، وهو قامة علمية كبرى في دينه وخلقه وورعه وقوى فتاويه، ثقل مؤلف رحمه الله تعالى رحمة الواسعة. يقولون إنه في استقباله ووداعه لأضيافه لم يكن يقوم بأحد، ولم يقم إلا برجلين، من ملك سعود عندما زاره ولي الشيخ محمد الأمين الشنقيط. محمد بن إبراهيم هذا كان الوالد يقول لم أرى شخصا أعقل من محمد بن إبراهيم، وكان عالما، وكان الشيخ السنة الأولى يلقي درس في الأصول في مسجده، وأحب الشيخ وأحبه وأخبر عن الشيخ قال هذا الرجل مليا علما من نص قدمه إلى رأسه. الشيخ عبد الله بن أحمد، معالي الشيخ عبد الله بن أحمد رحمة الله تعالى عليه، يقول عن الشيخ الأمين ما دخل هذه البلاد المملكة العربية السعودية رجل مثل الشيخ محمد الأمين، فهو رجل متمسك بالدين، عالم جليل، مثال في دينه ومثال في علمه، ولا يعرف قدر الكبار إلا الكبار، إن العظائم كفؤها العظماء. أما شيخنا المقرب إلينا الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام الخطيب المسجد النبوي الشريف، فقد كان سببا بعد الله في تمكين الشيخ الأمين من التدريس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شيخ ناصر الدين فقد اشترك مع الشيخ في التدريس ورأى كتبه وكان يذكره بالفهم للأسانيد وبتتبعها وبوسع اطلاعه في ذلك. كنت الحقيقة لما أسمع محاضراتي أتذكر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية التي جاء فيها، لأنه كان من شدة الحول أنه يستدل على شيء من الكتاب أما الجيل الذي جاء بعده فهم تتلمذوا على يديه، سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان رحمة الله تعالى عليه، شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، الشيخ عبد الله بن الديار رحمة الله تعالى عليه، جيل من العلماء، الشيخ بكر وزيد، الشيخ عطية محمد سالم، الشيخ عطية محمد سالم أبرز تلاميذه، لأنه لم يكتفي أن يدرس على يديه في مقاعد الدراسة، وإنما كان ملازما له. أما عطية فهو تلميذه وابنه الروحي، فهو تلميذه وحبيبه والشيخ يحبه جدا، وكان يدر عليه بالمعلومات، وكان يسكن معه في بيته. وأخبرني الشيخ عطية قال ما كنت أعلم أن شيخي يحبني هذه المحبة إلا بعد موتي. فقد أكمل عنه وبعده تفسير الله البيان، وأصبح مدرسا في المسجد النبوي الشريف، وكثيرا ما كان الشيخ رحمه الله تعالى عليه يقول قال والدنا، ويقصد الشيخ الأمين الشنقيطي. المعروف انه جاد انكم معنا في قلبه الذي دون شر، وما هو تلاميذكم وابناؤكم ان شاء الله.